اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الحلقه، النجم الكبير واحد نجوم الجيل الذهبي في النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي اجيال كثيره جدا جدا واجيال بتسلم اجيال، ولكن احد نجوم الجيل الذهبي في عصر جميل جدا في النادي الاهلي، النجم الكبير كابتن امير عبد الحميد. ازيك يا امير؟ حبيبي يا كابتن اسلام، اخبارك ايه؟ تمام الحمد منور لله. ومشرف والله. انا يعني شرف لي ان اكون معاك، وحشني جدا. شرف لينا ودايما بيبقى شرف لي ان انا اكون موجود على قناه النادي الاهلي، بيتي طبعا، اتربيت فيه وببقى سعيد جدا ان انا ابقى موجود. يعني الدنيا عامله ايه دلوقتي؟ قول لي، احكي لي انت فين والدنيا ماشيه ازاي والامور ايه؟ والله تمام يا كابتن. يمكن انا كنت بقالي 3 سنين كنت مدير اكاديميه النادي الاهلي فرع الشيخ زايد. تمام. عملنا شغل كويس جدا وطلعنا لعيبه للقطاع كويسه جدا، لعيبه مميزه ومدربين كمان كانوا عندنا برضو راحوا في القطاع. كابتن خالد بيبو طبعا يعني عارف بعض الناس وبعض اللعيبه اللي كانوا عندي في شيخ زايد، فده ساعدنا كمان ان احنا لما نتكلم مع كابتن خالد بيبو ان الولاد يروحوا قطاع. الحمد لله عدد من اللاعبين راحوا في الاعمار السنيه المختلفه ومدربين برضو، ودلوقتي انا موجود في نادي السكر الحديد مدرب حراس مرمى مع كابتن امير عزمي مجاهد وكابتن حماده النصر وكابتن احمد نبيل وكابتن ايهاب بيتا وكابتن وليد انور وكابتن جمال. كل الناس طبعا بشكرهم جدا، وخصوصا كمان الدكتور محمد عيد رئيس مجلس اداره، يعني راجل محترم جدا، وكابتن نبيل كمال برضو من الناس المحترمه. ومجلس اداره كان في استقبال كبير جدا، وكان يعني حاجه كويسه جدا، كنت مبسوط جدا في استقبالهم لينا، وبنامل ان شاء الله ان احنا نساعد النادي باذن الله، والنادي يساعدنا بحيث ان احنا نعمل حاجه النادي السكه السنه دي ونصعد ان شاء الله ممتاز. اعتقد دي بدايه جيده الامير عبد الحميد، ان انت خلاص طلعت بقى من عباءه الاداره والشباب والناشئين وكده، وان انت تمسك فريق عريق، فريق السكه الحديد من الفرق العريقه طبعا، درجه الثانيه تقريبا. لا الدرجه الاولى اللي هتطلع بقى الممتاز. فاعتقد ان ده شيء جيد جدا، بدايه كويسه والله يا كابتن اسلام. يمكن انا كان في ناس كتير الحمد لله كانت بتتكلم معايا، وخصوصا في النادي الاهلي كباتن كبار وناس كتير جدا اتكلمت معايا قالوا لي ان انت برضو اسم كويس وراجل ليك تاريخ ولعبت في النادي الاهلي، فطبيعي ان انت تدخل في الكارير ده، وانا بحب طبعا الحته دي وبحب الحته الفنيه. يمكن انا كمان كنت في الاكاديميه في النادي الاهلي كنت بشتغل اداري وفني وكل حاجه، يعني كنت مسؤول عن كل حاجه. كنت بنزل مع المدربين حراس مرمى، كنت بنزل مع المدربين اللي هم اللعيبه الموجودين اللي هم كانوا مسؤولين عن التيم المختلف في الاعمار السنيه المختلفه. كنت حابب ده جدا. يمكن انا كمان الفتره الاخيره كنت عامل معايشه مع مستر ميشيل يانكم، كنت موجود في النادي الاهلي، في النادي قعدت فتره قبل ما يسافروا نهائي افريقيا وكده. ان شاء الله هرجع تاني برده واروح لهم. بشكر كابتن سيد عبد الحفيظ طبعا والجهاز الفني واللعيبه اللي استقبلتني برده هناك ان انا اروح واخد خبراتي من المدرب عظيم ومدرب كبير جدا، وده البصمه بتاعته باينه طبعا على الشناوي وعلى علي لطفي وعلى مصطفى شوبير وعلى حمزه. راجل محترم، راجل مثقف، راجل يعني اسم كبير جدا وعنده خبرات كبيره جدا. ودخلت في الحته دي الفنيه، والحمد لله كمان يعني بشكر امير عزمي مجاهد طبعا ان هو يعني كان عنده ثقه فيا وان انا اروح. الحمد لله عاملين جهاز فني كويس، بنامل يا رب ان شاء الله ان احنا بس مهمه